عليكم. ممكن اصور معاك؟ احنا قناة البلد. ازيك؟ تمام الحمد لله. كيف احوالك؟ ان شاء الله طيب. بخير الحمد لله. عرفنا بيك. عيسى صالح. منو؟ عيسى صالح. عيسى صالح، كيف احوالك؟ بخير الحمد لله. ما شاء الله، ربنا يديك الصحة والعافية ويخلي لك اخوانك واهلك كلهم. انت من وين يا عيسى؟ يعني من الجزيرة. وين في الجزيرة؟ انا ذاتي من الجزيرة. الحس عيسى. يا زول، تعرف المسلمية؟ تعرف ريف المسلمية؟ تعرف وين يعني زيته؟ بس انا بعرف المدينة بتاعت المسلمية بس يعني. عارف مدينة المسلمية، اهلك كلهم هناك؟ اي. وانت قاعد هنا وين؟ انا قاعد هنا في مايو. مايو؟ اي. مع منو قاعد؟ مع هاشم. انا هاشم. هاشم ده منو؟ صاحبك ولا ولد اهلك؟ لا انا ابوي طبعا. ابوك؟ ما شاء الله، ربنا يديه الصحة والعافية ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. هيا عيسى، الشغل كيف؟ تمام الحمد لله. طيب يا عيسى، اخوانك كم؟ اخواتك كم كده؟ عرفنا عليك. لا يا اخواتي 8 كده. ما شاء الله، اكبر منك ولا اصغر منك؟ اكبر مني. اكبر منك؟ اي. في اصغر؟ اي في اصغر. كم؟ 3. بنات ولا اولاد؟ اولاد. بنات ما عندكم؟ بنات عندنا. كم؟ 2. عندكم بنات؟ حب البنات دي الحنينات، راحوا عليك. اي. موجودين هنا في مايو ولا في الجزيرة الحصحيصة؟ في الجزيرة الحصحيصة. طيب شلون؟ 200 كل خميس. كل خميس؟ ما شاء الله كويس. تمشي هنا من المينا ولا؟ ماشي بقي طوالي. تمشي هنا اللي هو بمواصلات المينا. بمواصلات المينا اي. طيب بس مواصلات المينا دي بقت بكم؟ والله بقت بي 3. 3؟ 3 3 ونص؟ لكن لا مالحق الناس دي يرشكوا. والله كويس اليوم حق صح؟ اي. لكن الوارد مو مقصر. أو قصر شديد. كان قال لك كده، أوصف لنا البلد دي بكلمة تقول شنو؟ والله ما أقدر وش شنو ذات. بارد صعب يعني فعلا. الصعب فيها شنو طيب يا عيسى؟ لا كلش صعب يعني، المعيشة ذاتها صعبة وكلش شو. كلش يعني هاي أي حاجة صعبة شديد يعني. لكن بتمشي صح؟ أي. بتعدي؟ أي. أكثر جملة بتاع التفاؤل كده ممكن تقولها لنا شنو؟ أكثر جملة بتاع التفاؤل كده. زي بكرة أجمل، خليك متفائل. أنا بكرة أساعدك؟ أي. بكرة؟ بكرة شنو بقوله؟ بكرة أجمل. بكرة بكرة الثلاثة. فعلا بكرة الثلاثة. هل الثلاثة بكرة حيكون أجمل؟ بكون أجمل إن شاء الله. أنا ما أكون متعبك بالوقفة؟ لا لا تمام. أمورك كلها تمام. طيب رأيك شنو إحنا نعمل معك مسابقة؟ تقدر تجاوب؟ لا. ليه لا؟ صحيح. ليه ما بتقدر؟ رايو. ما في حاجة اسمها سائل، ما بخليك تقدر شنو؟ ولا شيء. طيب ما كنت تحاول، رأيك شنو؟ يعني مرة جاي إن شاء الله. لا لا تحاول، أنا حسألك سؤال سهل. حسألك سؤال سهل. أها. تجاوب؟ أها. تفهم في الرياضيات ولا ما تفهم؟ لا يا ريت انا قريت الخلوة. ما شاء الله، يا سلام يا اخي. طيب رايك شنو؟ تقول لنا كده صورة ان شاء الله صغيرة ممكن؟ بس شنو؟ طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله هو الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد. صدق الله العظيم. خلاص انت كده فزت معانا بالجائزة. ما في اجمل من حفظ القرآن الكريم، وما في اجمل من ان انت تكون حافظ كلام ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي مديك الصحة والعافية لحد هسه، وده اللي مخليك انه انت زول خير وزول عافية. خليك محافظ على كده دايما، وبمناسبة انه انت زول قريت الخلوة، قول لنا رسالة لكل الناس اللي بيشاهدوك هسه. ان شاء الله. تقول لهم شنو؟ شكرا عليكم ان شاء الله. تقول لهم شنو؟ شكرا عليكم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا حسألك السؤال سريع سريع كده عشان تجاوبنا عليهم. الاسبوع فيكم يوم؟ الاسبوع فيكم يوم؟ فيكم يوم؟ الاسبوع؟ سبيت احد. سبيت احد الاثنين. الثلاثاء الاربعاء الجمعة. الخميس مش الخميس. الخميس. طيب ما هند انت قدرت تجاوب علينا. الف مبروك، انت فزت معانا بجائزة مقدمة من قناة البلد. تمام؟ ناخذها من زمخشري زميلنا المصور ده ونديك ليها، خدها لك في جيبك.